الكرنت اللي بنسحبه من 6 بلس ريكتيفاير الهارمونيكس بالكرنت الكرنت هارمونيكس او سبلاي كرنت هارمونيكس ان 6 بلس ريكتيفاير تذكر حكينا الكرنت اللي بسحبه في 6 بلس ريكتيفاير راح يكون عندي هون شيفتد باي 30 ديجريز وبعدين هون شيفتد باي 30 ديجريز بعدين عندي هون كمان 30 ديجريز وبعدين عندي هون 30 ديجريز فهذا عندي هون 2 باي هاي 30 درجة هاي 150 درجة هاي 210 وهاي 330 وهاي 360 مزبوط مش هيك اتفقنا المرة الماضية وعشان احافظ على الهاف ويف سيمتري راح احط الخط هون واعمل التكامل من صفر ل 90 او لباي على 2 ماشي اذا عملت هيك هلا عندي هون فيش الافرج زيرو فالاي بتساوي زيرو ما فيش عندي افرج الويف فورم اود فعندي نو كوساين تيرمز عندي هاف ويف سيمتري اذا حركت هاي وضربتها في ماينس فعندي نو ايفن تيرمز فايش ضل عندي اونلي ساين تيرمز مظبوط اوكي هدول استفدنا من الرولز السابقه اللي عملناها الرولز كانت تقول اذا المساحه البوزيتيف مساويه للمساحه النيجاتيف الافرج زيرو اذا الويف فورم كانت اود عندي بس ساين تيرمز وما عنديش كوساين تيرمز اذا عندي هاف ويف سيمتري معناها ما فيش عندي ايفن تيرمز اونلي اود تيرمز بعدين راح استفيد هلا من الكورتر ويف سيمتري فالكورتر ويف سيمتري بتقول انه هاي الويف فورم بتمثل كل الاربعه هدول مظبوط مش هاي متماثله مع هاي والتنتين متماثلات مع هاي فصار عندي راح اعمل التكامل من 30 ل 90 وراح اضرب في اربعه راح افترض هذا البيك هون ام او كابيتال اي مثلا احطها كابيتال اي على باي وبعدين عندي هون ساين ان اوميجا تي دي اوميجا تي مظبوط هيك ضربنا في اربعه لانه كملنا من 30 ل 90 عندي هناك انا اصلا واحد على باي الاي طلعتها برا وعندي هاي ساين ان اوميجا تي فبصير عندي هون ماينس كوساين ان اوميجا تي على ان من 30 ل 90 وعندي هون 4i على باي مظبوط هلا اذا اخذنا كوساين ال 90 راح يطلع عندي كوساين ال 90 وكوساين ال 270 مظبوط حسب العدد اللي هون راح اخذهم هلا بدنا نتذكر انه n is odd فما راح يكون في عندي ارقام غير 1 و3 و5 و7 و9 مظبوط هلا بصير عندي كوساين ال 90 راح تعطيني 0 كوساين 270 0 فكل التيرمز اللي ناتج عن الكوساين راح تختفي ماينس ماينس راح تصير بلس فبصير عندي اللي هو هذا اي ان مظبوط بي ان بي ان ماشي اوكي انا بدي اضل ماشي على الترمينولوجي اللي انا كنت عامله انتوا فاهمين شو القصد تبعي هو معامل الساين فراح يكون عندي 4 على باي عندي ان هون او خلي الان هناك وهلا هون بصير عندي كوساين ان ب 30 درجه مظبوط وان 1 3 5 7 الى اخره هلا نتطلع على ان ان لما تكون 1 4 اي على باي ان لما تكون 1 راح يكون عندي وهذه هون على ان ان لما تكون 1 راح يعطيني كوساين ال 30 مظبوط كوساين ال 30 جذر 3 على 2 لما تكون ان 3 3 في 30 90 كوساين ال 90 زيرو مش هيك زائد عندي بعدين كوساين ال 150 مظبوط 1 على 5 كوساين كوساين ال 150 الكوساين في هذا الكوادرنت
مظبوط؟ فبصير عندي سالب جذر الثلاثة على اثنين، بس عندي كمان لازم أقسم على خمسة. كوساين السبعة في ثلاثين، كوساين الميتين وعشرة كمان سالب. بعدين عندي كوساين التسعة، ثلاثين في تسعة ميتين وسبعين، كوساين ميتين وسبعين زيرو مظبوط. بعدين عندي بوصل 11 اللي هو 330، كوساين 330 ايش؟ جذر 3 على 2 بوزيتيف مظبوط. فبصير عندي زائد جذر 3 على 2 على 11 زائد كوساين 13، كوساين 13 رح يكون 30 مظبوط. فايش بصير عندي؟ بصير عندي 2 نيجاتيف تيرمز زيرو، 2 negative terms 0، 2 positive terms. مين الترمز اللي اختفت اللي صارت 0؟ ضعفت الثلاثة. فبصير عندي هاي بتساوي 4i على pi. ونقدر نطلع الآن جذر 3 على 2 برا. جوا بضل عندي 1 ناقص 1 على 5 ناقص 1 على 7 زائد 1 على 11 زائد 1 على 13 ناقص 15، 1 على 17 ناقص 1 على 19. طيب شو صار عندي هلا؟ صار عندي هارمونيكس. هو هون مش جمع، عفوا هدول هم يكونوا الهارمونيكس. يعني هدول المفروض كل واحدة منهم مضروبة بالساين او الكوساين تبعها. هاي مضروبة في الساين والكوساين تبعها اللي بتناسب مع الفريكونسي تبعها. أنا هون راح أحطهم بس كوماز، راح عندي هون كوما ماينس كوما ماينس كوما بلس كوما. أوكي ماشي. يعني أنا قصدي هدول كل واحد منهم هو معامل الهارمونيك اللي هو بتعلق فيه. فهذا اللي هو الفريكونسي تبعته راح تكون 5th هارمونيك 7th هارمونيك 11th 13th وهكذا. هدول راح يكون عندي كمان كوما 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 هون كوما. أوكي هلا بعرفش انا 12